الفتاح بودن مندوب السياحه بني ملال. فاليوم حنا كنجتمعوا يعني على هامش الفعاليات ديال البطوله الدوليه للقفز بالمطلات التي تنظم هذه السنه يعني من طرف المجلس الجهوي للسياحه لجهه بني ملال خنيفره، بطبيعه الحال بدعم من السلطات الولائيه وبتنسيق مع شركاء المؤسساتيين اللي هما المكتب الوطني المغربي للسياحه ومجلس جهات بني ملال خنيفره. التظاهره ديال اليوم كتشارك فيها مجموعه من الفرق الدوليه، فرق من فرنسا، من موناكو، من قطر، اضافه الى فرق وطنيه. الهدف من هذه التظاهره هذه يعني بصرف النظر عن التنشيط الرياضي المرافق لها هو التنشيط السياحي. هذا التنشيط اللي كنسعوا الى تحقيقه بالموازاه مع الفعاليات ديال هذه التظاهره هذه، واللي كتامل لنا يعني واحد التدفق من جهه عدد الزائرين اللي كيتوافدوا على المدينه، سواء من اجل المشاركه او من اجل الحضور للفعاليات ديال هذه الانشطه الرياضيه والترفيهيه. ومره اخرى يعني اعتقد انها لا يختلف اثنان في ان هذه التظاهرات هذه كيكون عندها واحد الدور مهم في تعزيز الاشعاع ديال الوجهه وديال المدينه وفي دعم القطاع على مجموعه من المستويات. وبالتالي فيعني اي تظاهره بحال هذا النوع هذا فهي مرحب بها، وهي كتعطي واحد القيمه مضافه للفضاء الاستقبال والمجال الجهوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.